السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم بإذن الله مقدمة غاية في الأهمية، مقدمة تأسيسية في اللغة التعاقدية. هذه المقدمة نهدف من ورائها إلى الإجابة عن السؤالين التاليين. السؤال الأول: ما اللغة القانونية التعاقدية؟ ما معنى اللغة التعاقدية هذه؟ هذا هو السؤال الأول. ثم يأتي السؤال الثاني: ما التعاقدية القانونية؟ إيه التعاقدية؟ هل هي العقود المقصودة؟ أم شيء آخر غير العقود؟ أم هي العقود وغيرها من الأشياء التي تتفق عليها إرادات المتعاقدين؟ دعونا نرى، دعونا نطالع، دعونا نعرف هذه التأسيسات وتلك المهارات في الشرح التالي. أولاً دعونا نتعرف ما معنى اللغة التعاقدية. المصطلح الصحيح للغة التعاقدية اسمه اللغة القانونية التعاقدية. انظروا، اللغة عندنا لغة، ثم القانونية، ثم التعاقدية. أما بالنسبة للمفردة الأولى اللغة، نعني بها اللغة العربية الفصحى، اللغة التي كانت في الجاهلية ثم في صدر الإسلام ثم بعيد ذلك في عصر الخلفاء الراشدين ثم في عصر بني أمية ثم في عصر بني العباس. ويقال إن اللغة العربية الصحيحة الفصيحة توقف الاستشهاد بها حتى عصر بني أمية قرابة سنة 150 هجرية، وذكروا بعض الشعراء الذين توقف الاستشهاد بهم، وقال بعضهم بل إلى سنة 200، يعني إن اللغة كان يستشهد بها وكانت العرب تقول على سننها وعلى فصاحتها وبلاغتها وإيراد قواعدها مضطردة حتى سنة 200، وقيل حتى سنة 300، ولكن في البوادي هناك وفي الصحراوات حيث كانت الأعراب تعيش ولا تزال لغتها بينة فصيحة صحيحة صريحة، لم تصبها لوثة العجمة ولم تدخل إليها المولدات أو المولدات، أي تلك الألفاظ والأساليب الدخيلة. هكذا قيل وهكذا قيل. على أي حال، اللغة العربية الفصيحة هي تلك اللغة التي نقلها لنا العلماء في دواوينهم في المعاجم وفي الأشعار وفي المدونات كالأصمعيات وفي غيرها من الكتابات الكثيرة الوفيرة المتعددة. وأفضل مصدر لنا لغوي طبعاً وهو مصدر شرعي كتاب الله وسنة رسول الله. لماذا؟ لأن كتاب الله معصوم من الزلل، معصوم من أن يتدخله أو يدخله الخطأ، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقراءات القرآنية أجمع ليس فيها خطيئة ولا ذريرة ولا يرد عليها الخطأ ابتداء، لأنها نص مقدس وحي من الله عز وجل، وفيه تتمثل اللغة وتتألق وتتأنق، وكل إيرادات العرب موجودة في نصوص كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي السنة، السنة النبوية، ونقصد بها هاهنا السنة التقريرية، الأحاديث النبوية، منطوق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أورده المحدثون وكتاب ورواة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وكلما صح الحديث كلما استشهد به وكان عربيا فصيحا خالصا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت جوامع الكلم. أتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وجوامع الكلم هي الكلمات الوجيزة والأساليب الرفيعة والكلمات التي تكتنز أكبر قدر من المعاني مع أقل قدر من الألفاظ، وهي البلاغة السامقة، وهو ذروة البلاغة بالنسبة للبلغاء صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذا بالنسبة للغة، اللغة العربية الصحيحة الفصيحة. ثم نأتي نصف هذه اللغة، لأن اللغة هنا مصطلح عام، فاللغة تشمل الآداب وتشمل الفنون وأجناس الأدب والأشعار والأمثال والحكم والقصص والروايات وكل فنون الأدب العربية، ونحن لسنا متخصصين في الأدب أو في اللغة. إذن نأتي فنقيدها بقيد وصفي فنقول: اللغة القانونية. إذن اللغة القانونية، اللغة المطلقة هذه، حدت وقيدت ولجمت وأطرت بوصف القانونية. يبقى تعريف اللغة القانونية هي اللغة العربية الفصيحة بأساليبها وتراكيبها وجملها ومفرداتها وسائر متعلقاتها، غير أن مضمونها قانوني، أي إنها تتحدث عن القانون،
أي إنها تقوم بوظيفة قانونية، موضوعها قانوني، غايتها قانونية، وسائر متعلقاتها قانونية. يبقى إذن كلمة القانونية خصصت لنا مفردة اللغة الواسعة العائمة التي تشمل الأشعار والأنثار وإبداعات العرب وتراثهم وكل شيء، قيدتها بقيد القانونية. إذن اللغة القانونية عرفنا هي تلك الجمل والعبارات والمفردات والأساليب والتراكيب ذات المضمون القانوني، ذات الغاية القانونية، ذات الإرادة القانوني، ذات المسلك القانوني. أهم شيء القانون هو غايتها وهو جوهرها. أيضاً اللغة القانونية مصطلح واسع. تقول لي يا دكتور لماذا اللغة القانونية مصطلح واسع؟ أقول لك لأنها بحسب تنظيمي أنا لها الشخصي، اجتهادي الشخصي فيها، تشمل ما يلي: أولاً هي لغة النص القانوني، النصوص القانونية، الدستور، التشريعات العادية، اللوائح والنظم والقرارات، حتى القرار المفرد، حتى المنشور القانوني، حتى النشرة القانونية، الأشياء المعتمدة التي تصدر من جهة قانونية أو جهة إدارية معتمدة. هذه كلها تدخل في إطار اللغة القانونية. ثم تأتي اللغة الأخرى، ألا وهي لغة القضاء. لغة القضاء أي تتداول في إطار التقاضي والحسم، سلطة الحسم، السادة القضاء، لغة القضاء. وأحياناً يقال عنها لغة الحكم، إشارة إلى أهمية الحكم في الصياغة والصوغ، في حيثياته، في إراداته، في ترجيحاته، في صياغته. فالحكم عنوان الحقيقة ما دام قد وافى شروطه واستند إلى ضوابط موضوعية في الحكم وفي استقائه وفي استخلاص الحقائق من أوراقه ودلائله وقرائنه وسائر متعلقاته. ثم لدينا اللغة الثالثة، ألا وهي لغة التفسير أو اللغة التفسيرية، وهي لغة شرح نص القانون. لغة أساتذة الجامعات، لغة الفقهاء، لغة الشراح، لغة الشارحين للقانون. أيضاً هذه لغة مرنة وتسمى أيضاً باللغة القانونية. ثم يأتي رابعاً اللغة، لغة الدفاع، سلطة الدفاع. السادة المحامين لهم لغتهم الخاصة المخصوصة التي تتوخى الدفاع وإظهار الحقيقة وكشفها وإيراد القرائن والدلائل واستخدام كل الوسائل من تشبيهات وتصويرات وتعبيرات وإيقاعات ومحسنات بديعية وغيرها لتبيان الحق وللدفع والدفاع، إلى غير ذلك من متعلقات اللغة، لغة السادة القانونيين أو لغة الدفاع كما أسميناها. ثم خامساً تأتي لغة الخطاب القانوني. لغة الخطاب القانوني نقصد بالخطاب القانوني مخاطبة الإدارة أو السلطة العامة للشعب أو لفئة من فئات الشعب، للمواطنين، تقنعهم بشيء كما في قانون مثلاً التصالح، أو تقنعهم بأمر ما أو بقرض ما أو بفكرة ما أو بتصرف قانوني ما ستقدم عليه السلطة العامة. فمخاطبة السلطة العامة لأفرادها للمواطنين هذا يسمى الخطاب القانوني. وهناك مفهوم أوسع من ذلك، كل خطاب يصدر عن جهة قانونية أو فرد له علاقة بالقانون هو خطاب قانوني، وهذا ما اخترته وذكرت له 17 نوعا كتابيا، فليرجع إليه في التعبير القانوني على قناتكم، قناة قانونيون منهجيون. ولغة الخطاب من اللغات الخطيرة جدا لأنه يناط بها الأمن الاجتماعي. ولغة الخطاب لها أركان وبنيان قد عبرت عنه كثيرا في مقالات عدة، وهي مهمة للسكينة الاجتماعية وللإقناع السياسي والإقناع القانوني ولتهدئة الخواطر وترضية المشاعر ولكي يتجاوب الشعب والمواطن مع حكومته ومع إدارته. وإلا فالخطأ فيها خطأ عظيم ينبني عليه ارتكاس وانسحاب وتنكب وانقلاب على السلطة العامة، ومن ثم يرجف المرجفون ويثور الثائرون ويحدث ما لا تحمد عقباه. نسأل الله أن يسلم وطننا ومصرنا وسائر الدول العربية وسائر الدول من كل إرجاف وكريهة وسوء. هذه هي اللغات الرئيسة. أدخلنا نوعا جديدا إلى هذه اللغات باسم اللغة التعاقدية. ما اللغة التعاقدية؟ هذا هو مدار تناولنا الآن.
يبقى إذن نخلص مما سبق أن اللغة العربية لغة متسعة بآدابها وفنونها وأطرافها، لغة ممتدة تراث عظيم أعظم لغات العالم أجمع، وأوسعها وأشدها وأكثرها تشعباً وتنوعاً.